بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم محاضرتنا طلاب مستمرين في الجمل الخاصة بالتكرار. تسمعون واضح طلاب؟ واضح نعم استاذ. استاذ سمعك. نعم استاذ الصورة شوفوها الخاصة هاي بالمادة. نعم نعم استاذ استاذ نعم واضح استاذ استاذ واضح ماشي. مراجعة بسيطة قبل لا ندخل بمادتنا اليوم. آخر ما أخذناه حول جمل التكرار، وأراجع لكم شوية. جمل التكرار هي الجمل قلنا اللي تستخدم للعد، يعني تكرار حدث معين اللي هو جملة أو أكثر، عدد محدد أو غير محدد من المرات. ومن وظائفها أعيد لكم إياها أيضا، من وظائفها أنه أولا تستخدم للعد، يعني عدد مرات التكرار. ثانيا تخفيض أو تقليص عدد خطوات البرنامج. ثالثا تجعل البرنامج أكثر كفاءة وسرعة. هذه وظائفها. من أنواعها يعني أنواع جمل التكرار، أخذنا أولا for next، ثم do while، وبعدها لحقناها while went. ثلاث جمل. اليوم إن شاء الله راح نأخذ do until loop. تصبح عندنا أربع جمل من جمل التكرار، كل واحدة لها ميزتها. في كل جمل التكرار يستخدم عنصر مهم، هو ما يسمى بمتغير العداد، وهو الذي يستخدم لعد عدد المرات التكرار. بالنسبة للعداد، في قيمة ابتدائية، وفي قيمة نهائية، وفي مقدار الخطوة ما يسمى مقدار الزيادة أو النقصان. اليوم قلنا راح ناخذ جملة do until. ايش تختلف do until عن سابقاتها؟ بالنسبة لجملة الجملة الأولى اللي أخذناها، جملة for next، كانت الجملة الأكثر كفاءة واللي فيها عنصر العداد أو المتغير العداد، فيه قيمة ابتدائية وقيمة نهائية ومقدار زيادة أو نقصان. بعدها أخذنا do while وال while went، بها شيء جديد اللي هو شرط الاستمرارية، يعني إذا تحقق بها الشرط نستمر في تنفيذ عملية التكرار. شنو الجديد بجملتنا اللي هي اليوم، اللي هي do until. do until loop. كنا في جملتي while went و do while، الشرط اللي موجود في هذه الجمل السابقة، إذا بس تلاحظون وياي هذا الوايل ويند، هذا الشرط، هذا هنا شرط، هذا يسمى شرط الاستمرار. يعني ما معنى إذا تحقق نستمر بالتكرار، إذا لم يتحقق نخرج خارج التكرار. وكذلك أيضا في جملة دوايل لوب أيضا فيها شرط، هذا الشرط هو خاص بالاستمرار، يعني إذا تحقق إحنا نستمر في عملية التكرار، إذا لم يتحقق نخرج خارج اللوب. هذا كان في جملتي الدوايل لوب والوايل ويند. في جملة الفور ما موجود هذا الشيء، بيها قيمة ابتدائية للعداد، قيمة نهائية، ومقدار الخطوة أو حجم الخطوة اللي هو مقدار الزيادة أو النقصان. ما به شرط الاستمرارية، وإنما تسمى القيمة النهائية end value، start value end value. إذن نجي إلى الجملة الرابعة اللي هي جملة do until. do until شيء جديد بها أيضا، هي جملة تستخدم للعد، أي لتكرار جملة أو أكثر عددا محددا من المرات. أيضا بها قيمة ابتدائية وقيمة نهائية ومقدار زيادة أو نقصان. إذا شنو اللي يختلف عن الجمل السابقة؟ اللي يختلف عن الجمل السابقة أنه هذا الشرط اللي موجود بها هو يعني ليس شرط الاستمرار، وإنما شرط الانتهاء، يعني إذا تحقق يتوقف التنفيذ، عكس الجمل السابقة اللي هو إذا تحقق في الجمل السابقة يستمر التنفيذ. الآن إذا تحقق هذا الشرط يتوقف التنفيذ. الصيغة العامة إلها انه فيها هنا لاحظوا متغير العداد بقيمة ابتدائية، كما الحال في جملتي do while loop و while went. فيها شرط، لكن هذا الشرط قلنا مو شرط الاستمرارية،
بالتكرار، وإنما شرط الانتهاء من التكرار. متغير العدد، لاحظوا هنا متغير العدد ده أكبر من أين فاليو. إذا منتبهين أنه ما كنا نستخدم الأكبر، كنا نستخدم هاي لاحظوها الأصغر أو يساوي، يعني بمعنى إذا الشرط متحقق نفذ ما موجود. هنا إذا الشرط في دو أنت لوب، إذا الشرط متحقق إذا عبر القيمة النهائية اللي هو هذا الشرط، إذا الشرط متحقق راح ينهي التكرار وينتقل إلى ما بعد اللوب. عندنا هاي the repeated statements، الجمل المطلوب تكرارها عددا محددا أو غير محدد من المرات. هنا عندنا مقدار الزيادة أو النقصان، إذا وثم لوب اللي هي راح ترجعنا إلى دو أنتم، نوصل إلى لوب نرجع إلى دو أنتم. إذا هو بيها تشابه كبير بالجمل السابقة. شنو التشابه؟ أولا بيها تستخدم هي الوظيفة الخاصة بها، تستخدم للعد تكرار جملة أكثر، هاي بالنسبة للوظيفة نفس الوظائف الجمل السابقة. ثانيا بها متغير العداد هنا يستخدم. ثالثا متغير العداد به هنا قيمة ابتدائية وقيمة نهائية ومقدار زيادة أو نقصان. الاختلاف الوحيد قلنا هنا الشرط إذا تحقق يتوقف التكرار، الجمل السابقة إذا الشرط متحقق يستمر التكرار. هذا الفرق النهائي أو الفرق الوحيد اللي موجود بيناتنا. قبل لا نبدأ بالبرامج الخاصة بهذه الجملة راح أعطيكم أمثلة باستخدام لغة البرمجة Visual Basic حول استخدام هذه الجملة. راح تشوفوا يعني الجملة هذه بسيطة، طريقة استخدامها بسيطة مثل ما تلاحظون. هسه هذا عندي Fit Command، هذا كوماند 1. إذا تلاحظون هسه هذا عندي القيمة الابتدائية للعداد، ليكن العداد اسمه كي. إذا كان قيمة الابتدائية 1، كبر الخط. القيمة الابتدائية للعداد هي 1، دو نفذ، طبعا بالمناسبة هي ترجمتها نفذ حتى، ابقى نفذ حتى يتحقق الشرط، هات تتوقف. مثلا الشرط عندنا إذا كي أكبر من فرضا 10، شرط يوضع بين قوسين مثل ما تلاحظون، هذا يسمى شرط الانتهاء وليس شرط الاستمرار. ليكن هنا نريد نطبع القيم الخاصة بكي، مثال بسيط مقدار الزيادة. لاحظوا احنا بدينا بقيمة صغيرة وانتهينا بقيمة كبيرة، اذا هنا تصير زيادة وليس نقصان. كي يساوي كي زائدا فرضا 1، ثم ننهيها بلوب. الدو وايل ايضا نهاية التكرار بلوب، الدو وايل والدو انتل ايضا نهاية التكرار بلوب. القيمة الابتدائية قلنا الكي هي 1، هذا عداد الكي قيمة الابتدائية 1، نفذ ماذا؟ نفذ ما موجود من جمل فيما بين الدو واللوب. أي جمل خارج هذا النطاق، خارج الدو لوب ما راح تتكرر. يعني أي جملة مثلا هاي بعد اللوب، أو هذه الكي يساوي 1، هذه لمرة واحدة تنفذ، أو ما بعد اللوب لمرة واحدة تنفذ، ما بين الدو واللوب هنا ينفذ بعدد مرات تكرار. هسه احنا عندنا القيمة الابتدائية للعداد هي 1، هاي ستارت فاليو. نشوف هنا شرط متحقق، دو نفذ حتى الكي يصير أكبر من 10. الكي حاليا 1، هل هو أكبر من 10؟ لا، غير متحقق. تقولها غير متحقق ندخل ننفذ التكرار، بينما في الجمل السابقة إذا متحقق ننفذ
الجمل الخاصة بالتكرار. راح يطبع كي، الكي حاليا شقد؟ واحد، راح يطبع الواحد. بعد ما يطبع الواحد التحكم ينزل إلى الجملة التي تليها، يعني هذا حال المعالج من ينفذ الجملة، ثم ينتقل إلى الجملة التي تليها. الجملة التي تليها بعد ما طبع واحد راح يزيد العداد هنا بواحد، على سبيل المثال يعني أنا نطيت هنا زيادة بواحد راح يصير اثنين. من يرجع باللوب يرجع يتحقق من الشرط قبل لا ينفذ التكرار، راح يصير اثنين العداد، اثنين أكبر من عشرة لا غير متحقق، إذا أبقى نفذ. اللي وراه يصير ثلاثة غير متحقق أبقى نفذ، وهكذا إلى أن يتجاوز العشرة، يعني مو يساوي هنا ماكو مساواة، يتجاوز العشرة. إذا الأعداد اللي راح يطبعهم هي من الواحد للعشرة. طبعا الأعداد اللي راح تطبع باستخدام جملة print راح تظهر النتائج على الفورم، على الفورم مثل ما تلاحظون، والقيم راح تظهر بشكل عمودي لأنه مستخدمين جملة print وراه المتغير بدون سيمي كولون أو كولون، بدون فارزة مفوطة أو فارزة اللي هي تخليهم ينطبعون القيم في سطر في شكل صف. إذا ما ذكرنا السيمي كولون أو الكولون راح تظهر، أو الكوما وراها راح تظهر بشكل عمودي مثل ما تلاحظون هنا. هذا القيم اللي ظهرت من واحد لاحظوا للعشرة من ضمن القيم، لأنه الشرط هنا ما راح يتحقق إلا إذا عبر العشرة، أكبر من العشرة. منو الأكبر من العشرة؟ يعني الـ11 ما ظهر هنا. هذا مثال مبسط حول استخدام جملة دو أنتر. مثال آخر راح ناخذ، راح نبدي هالمرة مو بقيمة صغيرة وانتهي بكبيرة. لاحظوا يمكن تكون على هذه، بدينا بقيمة صغيرة وانتهينا بقيمة كبيرة. راح ابدي هنا بقيمة كبيرة ليكن جي، ابدأ من مثلا من 10 دو انتل، نفذ حتى ماذا؟ حتى الشرط يتحقق. مثلا اذا جي هي اصغر من 1، اذا صارت قيمة الجي اصغر من 1 توقف، يعني 10 راح نطبعها، خلي سيمي كولون هالمره، راح تلاحظون انه تظهر على شكل صف وليس عمود مثل السابق، مثال السابق. هنا بدينا بقيمه كبيره انتهينا بقيمه صغيره، اذا هنا ما راح يصير مقدار زياده، راح يصير مقدار شنو؟ مقدار نقصان. على سبيل المثال هم اريد ان اقتص في كل مره واحد، يعني بالبدايه راح اخذ العشره ثم التسعه الثمانيه السبعه الى حد الواحد ايضا اخذه، لانه ما يتحقق به الشرط هنا. ايش وقت يتحقق؟ اذا جاي اصغر من الواحد، يعني اذا فرضا صفر. هنا عندي لوب نهايه جمله التكرار، لاحظوا اذا نفذنا هالمره هذا الكوماند الثاني ظهر اولا بشكل صف بسبب وجود السيمي كولون هذه فارزه منقوطه، وثانيا بدا اول قيمه للجي يطبعها هي العشره، بدا طباعه العشره. بعد ما طبعها المؤشر راح يوقف بعد العشره، ما يوقف تحتها، بعد العشره ينقص هنا من الجي، ينقص منها واحد راح يصير تسعه، ما راح يطبع التسعه، اولا يتحقق منها الجي اللي هي التسعه صارت اصغر من الواحد لا غير متحقق، يجي يطبعها التسعه ثم ثمانية سبعة ستة إلى حد الواحد. الواحد أصغر من واحد لا أيضا غير متحقق، يطبع الواحد. ثم واحد ناقص واحد آخر قيمة للجي، واحد ناقص واحد صفر، يرجع يتحقق منها. الصفر أصغر من الواحد، نعم أصغر من الواحد، توقف، لاحظوا الصفر ما موجودة، واضح؟ نعم استاذ. نعم نعم استاذ. هسه ايضا ناخذ بعد مثال، المره راح ناخذ المثال اللي هو
يعني الزيادة ما راح ناخذها بواحد أو النقصان بواحد. المثال الآخر، ليكن مثلا الأف عندي من الواحد نفذ انتظ دو انتظ نفذ حتى ماذا مثلا، حتى الأف يصير أكبر مثلا من 20. سد القوس، لا تنسون هاي الأقواس مهمة. ثم شنو الجمل اللي هنا تريد تكررها؟ يعني هذه طبعا تبقى حسب رغبة المبرمج، شنو يريد يسوي، شنو الجمل اللي يريد يكررها. هذه جمل التكرار بصورة عامة هي تفيدنا فقط بالعد، بس شنو اللي نريد نعده أو نكرره هذا احنا اللي نقرره. على سبيل المثال هسه عندنا أمثلة كثيرة، بعدنا في عملية الطباعة راح أطبع الأف، وثم أزيد العداد ليكون بثلاثة. بس هنا إذا نفذنا عندنا المتغير الخاص بالعداد اسمه اف، قيمته الابتدائية واحد دو انتل، نفذ حتى قيمة الاف تصير أكبر من 20. زين، حاليا هي واحد، الواحد هل هو أكبر من 20؟ لا، غير متحقق. قلنا الميزة في هاي الجملة للتذكير فقط، أنه الميزة أيضا أنه إذا طالما هو غير متحقق نفذ التكرار. إيش راح أطبع؟ راح أطبع قيمة الأف اللي هي حاليا واحد. أزيد العداد هنا، هالمرة نغير النمط، مو زيادة بواحد أو النقصان بواحد، هالمرة زيادة بثلاثة. كان واحد وطبعناها الواحد، زدنا العداد بثلاثة، كان هنا آخر قيمة للأف هي واحد، زيدها بثلاثة تصير أربعة. أربعة 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 يروح من يوصل للوب، اللوب ايش راح يسوي هنا؟ اللوب طبعا مو هو اللي يطلعك برا التكرار، الدو انتل هي اللي يطلعك برا التكرار، يعني اذا تحقق الشرط راح تنزلك الى ما بعد اللوب. اللوب وظيفته هو يرجعك للدو انتل حتى يتحقق من قيمة العداد. هسه قيمة العداد صارت أربعة، واحد زائد ثلاثة أربعة، أربعة أكبر من 20؟ لا، مو أكبر من 20، غير متحقق. غير متحقق، إذا ينفذ الجمل اللي ما موجودة داخل نطاق التكرار، راح يطبع اف، يطبع أربعة. بعد ما طبع أربعة يزيد، حاليا آخر قيمة للاف أربعة، يزيدها ثلاثة تصير سبعة، يروح يتحقق منها، السبعة أكبر من 20؟ لا، يطبعها. السبعة يزيدها ثلاثة 10، 10 أكبر من 20؟ لا، يطبع العشرة. الآخر قيمة للأف 10، زيتها 3 13 تصير 13، 13 أكبر من 20؟ لا، غير متحقق، يطبع ال 13 اللي هي قيمة الأف، يزيدها ب 3 تصير 16. 16 ال 16 هل هي أكبر من 20؟ لا، يطبعها، راح يطبع ال 16. آخر قيمة للأف 16، يزيدها 3 تصير 19، يرجع يتحقق منها. 19 أكبر من 20؟ لا، غير متحقق. نفذ ما موجود، راح يطبع الاف اللي هي 19. حاليا آخر قيمة هي الاف 19، يزيدها 3 تصير 22. 22 22 يتحقق منها، هل هي أكبر من 20؟ نعم. لا، من تحقق الشرط توقف التكرار، مو البرنامج يتوقف، يعني التكرار يتوقف. يعني بمعنى اذا عندك بعد اللوب اكو جمل راح يروح ينفذها. واضح طلاب؟ اذا عندك، نعم استاذ، واضح. نعم استاذ، واضح. اذا عندكم هنا، اذا تلاحظون هنا بعد اللوب وقبل الاند سب، هو الاند سب اللي ينهي هذا الاجراء او البروسيجر. حاليا التكرار انتهى، بس اذا عندك اي جمله فرضا هنا هذا بهذا المكان راح تنفذ. اذا اللي القيم اللي راح يطبعها هي واحد واربعه وسبعه وعشره و13 و16 و19. ننفذ، خلينا نتاكد. طبعا راح يطبعها بشكل عمودي مثل ما تلاحظون،
لاحظتوا هنا من 1 إلى 19 طبعها بشكل عمود، إذا أريدها بشكل أفقي هنا أخلي سيمي كولون ونثبتها، لاحظتوا هنا صارت بشكل، وطبعا يترك فراغ سيمي كولون، مو بس يخليها بشكل صف أو بشكل سطر أو أفقي، وإنما يترك فراغ فيما بينهم. إذا أردنا فراغ أكبر شنو نخلي؟ هذه الفاصلة أو الكوما، لاحظوا هذه القيم صار فراغات أكبر فيما بينهم. الآن تعرفنا على كيفية عمل جملة دو أنتم، وباختصار هي جملة للتكرار بها العداد هنا يشتغل إلى قيمة ابتدائية، وشرط للتوقف، أكرر هنا شرط للتوقف وليس الاستمرار، وهنا مقدار زيادة أو نقصان. جملة التكرار تنتهي بلوب، في لوب تنتهي جملة التكرار في اللوب. مثال آخر، طبعا تقدرون تخلون عناوين، هذا يعني لغرض السرعه يعني حتى ما نتاخر. خلونا مثلا اكزامبل 1 اكزامبل 2 او مثال 1 مثال 2، حاليا المثال الرابع وصلنا. الان راح ندخل عمليه الجمع التراكمي، الجمع التراكمي أو الضرب التراكمي راح ندخله على أو ننفذه باستخدام دو أنتل لوب. الآن راح نبدأ بعملية الجمع، يعني على سبيل المثال إذا هاي راح أذكر لكم ملاحظة هنا ريمار، إذا عندي أريد أحصل على مجموع هذه القيم 2 زائد 4 زائد 6 زائد 6 زائد 8 زائدا 10، هاي مثل ما تلاحظوا صار لونه، اذا واضح قدامكم لونه اخضر مو شوفوا؟ نعم مستر. شو يدل هذا؟ جمع تراكمي، معناه هذه ريمارك، معناه تعليق او ملاحظه، تعليق يعني، ما معناه هذه الجمله غير تنفيذيه، الجمله غير تنفيذيه. الآن المطلوب حساب مجموع هذه القيم، لاحظوا أول قيمة هنا 2 بعدها أصبحت كم؟ 4 ثم 6 ثم 8 ثم 10، شنو العلاقة بين هذه القيم؟ مقدار الزيادة 2، مقدار الزيادة 2، قاعد يزايدون في كل مرة بالقيمة 2، زين بشكل منتظم القيمة الابتداء، قاعد تشوفون التصاعد بشكل منتظم يعني مو قيم عشوائيه، بس ان شاء الله فيما بعد راح اعطيكم قيم عشوائيه. الان هذه القيم الزياده بيها منتظمه، هي القيم قاعد تزايد بشكل منتظم، اول قيمه بيها كم؟ 2 موجب، اخر قيمه 10، ومقدار الزياده ايش قد هنا؟ 2. بقى هنا شوفوا لاحظوا شنو العملية اللي قاعد تصير عندنا، هذا اللي قاعد أظل لكم جمع تراكمي. شنو الجمع التراكمي؟ يعني كان عندي مثلا 2 زدت 4 صار 6، 6 زدتها 6 صار 12، 12 زدتها 8 صار 20، هذا قاعد يتراكم المجموع يسموه جمع تراكمي. الآن
أنا عندي حالياً كالآتي، عندي عداد ليكن اسمه مثلاً بي. قيمة ايش قد؟ 2. الاس اللي هو خاص بالتراكم، صفر. قيمة ابتدائية صفر. شنو يعني قيمة من خليها قيمة ابتدائية صفر؟ شنو يعني؟ شخص فارغ. يعني فارغ. نعم استاذ. يعني هذا المكان اللي هو قد مكان خلية بالذاكرة اسمها اس، حتى اخلي المجموع بيها، اجمع تراكميا بيها، يجب ان يكون او تكون هذه فارغه، يعني الخليه فارغه حتى خزن بها هذه القيم. الخليه من اللي يمثل هنا المتغير اس. اذا المتغير اس حتى نفهم يعني الحاسوب انه هذه قيمتها خاليه نقول له اس يساوي صفر. طبعا هذه العمليه تصير بالجمع التراكمي، يعني مثلا اذا تريد تجمع مثلا قد عددين 3+4 فرضا، هاي ما يحتاج انه تخلي قيمه ابتدائيه صفر، وهذا حتى لو 3 اعداد، هذه بالقيم التراكميه الكبيره من يزيد الاعداد. هنا قلنا القيمه الابتدائيه لعداد سميتها العداد بي، هذا وظيفته يعد. شنو يعد؟ يعني راح ياخذ اول قيمه ايش قد؟ راح ياخذ 2، بعدها راح ياخذ 4، بعدها ياخذ 6، هذا فقط يعد. اما اللي قاعد يحسب المجموع هو الاس. نبدي بالدو، دو انتل بالشرط راح خليه بين قوسين. من تجون للشرط ما تبعون فقط بس للعداد، فقط للعداد، بس هالعداد تبعونه، ما لكم علاقة بالمتغيرات اللي موجودة الأخرى. الدو انتل ليش؟ لأن هساني هنا أريد أخلف شرط الاستمرار. شرط الاستمرار يخص من؟ يخص العداد. بالنسبة لهذا المثال هسه العداد بدأ البي بدأ قيمته ب2، شو وقت ينتهي؟ شو وقت أكبر من 10؟ من هو الأكبر من 10؟ 11. من هو اللي يمثل هاي الأعداد؟ هو البي. البي إذا أكبر من 10 راح يتوقف العمل بالتكرار وليس البرنامج. نجي هسه هنا البي اللي هو العداد قيمته 2، نفذ طالما او نفذ حتى البي اكبر من 10. حاليا البي 2، هل هي اكبر من 10؟ لا. اذا نجي احسب المجموع، معادله المجموع من يذكرني بها شنو؟ بي يساوي اس. استاذ اس من هو المتغير اللي يمثل المجموع؟ اس. الاس اس يساوي شنو؟ اس زائد بي. لحد الان اس يساوي اس زائد، هاي معادلة المجموع، بس شنو ينقصها؟ ينقصها شنو القيمة اللي أنت تريد تخليها بالمجموع؟ بي. القيم اللي تخليها بالمجموع هي 2 و4 و6 و8 و10، مو تمام؟ من يمثلها؟ هاي هو البي. بي هو اللي يمثل، إذا راح تصير معادلتنا اس يساوي اس زائد بي. اس يساوي اس زائد بي. عفوا المثال، نكمل مثالنا. عندنا هنا اس يساوي اس زائد بي، اس يساوي اس زائد بي مثل ما قاعد تشوفون. هنا حصلنا على مجموع اول قيمه، يعني اخذ حاليا اخر اس ايش قد قيمتها؟ صفر. اخر اس صفر، اخر بي هي 2، صفر زائد 2 راح يصير 2، راح اخليها 2 حاليا، 2 هاي 2 راح اخليها بالاس. زين وراها راح اخذ القيمه القادمه للعداد اللي هي بي تساوي بي زائد ايش قد؟ 2. زائد 2، ممتاز.
زائد 2 قد صارت حاليا البي 2 بي كانت كم البي 2 2 زادت 2 هنا 4 البي حاليا 4 يرجع يتحقق هنا من الشرط البي 4 هل هي اكبر من 10 لا لا يجي هنا ينفذ هنا هالمره ايش راح يجمع اخر اس ايش قد كانت عندي 4 4 اخر بي 4 اخر اس 2 اللي هي جمعنا 2 والصفر 2 زادنا 4 البي راح يصير 6 6 يعني 2 الاس والبي 4 البي 4 هذه الأربعة والاس 2 6 6 راح يخزنها انتبهوا وياي بالاس اذا حاليا الاس 6 زين يجي البي البي اخر قيمه لها ايش قد 4 4 ممتاز 4 زائد 2 6 6 مباشرة يروح يحسبها بالمجموع لو شنو الخطوة اللي قبلها سيجمع يتحقق يتحقق من الشرط إذا متحقق ينهي التكرار إذا غير متحقق يستمر بالتكرار هذه صارت 6 البي 6 هل هي أكبر من العشرة؟ لا غير متحقق اذا يبقى بالتنفيذ هذا ميزه دو انتم كانت عندنا اخر اس ايش قد 6 6 واخر بي 6 زائد 6 12 اللي هي هاي لاحظوها هاي حاليا احنا اللي هنا واقفين 2 زدناها 4 صارت 6 6 زدناها هاي 6 صارت 12 وهكذا بالنسبه لبقيه راح يطلع المفروض المجموع 30 لاحظوا هاي 12 و8 20 و10 30 زين 30 هنا يعني لحد هذا الجزء ومن نفذ بالله يريد اشوف شو يطلع للتنفيذ نفذت ما طلع لاي ناتج تشوفون اكو ناتج ظاهر لا ليش ما ظاهر ما كتبنا برانتين ما حطوا الطباعه ما موجودة عمليات الطباعة ما موجودة فإذا هذا البرنامج كأنه ما إلى أي فائدة طالما ما بي عملية عرض أو عملية طباعة مثل ما نعرف أن عملية العرض أو الطباعة بالفيجوال بيسك عندكم أما باستخدام برنت راح تطبع لكم على الفورم أو باستخدام مسج بوكس ممتاز تطلع لكم على نافذة أو نستخدم الأدوات شلون نستخدم الادوات يعني هسه اول مره راح اعرض لكم اياها على المسج بوكس هاي المسج بوكس والناتج النهائي هو المجموع هنا انا اريد المجموع ما اريد قيمه العداد راح اطبع الاس من انفذ لاحظوا شنو طلع لي الناتج 30 على هذه المسج بوكس لاحظتوا اقدر اسويها بالطريقتين اقدر برنت اطبع الاس اما اطبعها على الفورم واطبعها على نافذه او مربع حواري يسموه هاي انتبهوا شوفوا هنا شلون راح يظهر النتيجه ظهرت لي اول مره 30 هنا على الفورم السبب استخدام برنت برنت اس اطبع قيمه الاس اخر قيمه هي 30 وايضا راح تظهر في صندوق حواري يسموه صندوق رساله صندوق الرسائل مسج بوكس ايضا النتيجه نفسها زين الشيء الاخر حتى نتعلم احنا كل المخرجات شلون تنعرض مرات لا اريدها في تنعرض في اداه ليكن هذه لاحظوا يكون هذا هنا عندي تكست عند هاي التكست راح احذف اللي بداخلها و أكبر الخط فونت هنا أكبر الحجم حتى تظهر واضحة خلي بولد مثلا أو ليكن مثلا 18 الحجم أو 24 أقدر أغير مثلا الخط هذا اللي ظاهر هذا كلها من خلال
من خلال ماذا؟ من خلال الفونت الخاصية فونت خاصية فونت. هاي تلاحظوها، لا تنسون كل ما يخص الخط من النمط أو الحجم أو النوع كان عربي أو الإنجليزي كله عن طريق هنا الفونت. أقدر أخلي النتيجة تظهر في المنتصف الأداة باستخدام الخاصية، خاصية الضبط هنا مثل ما تلاحظون، اختار سنتر المحاذاة تسمى، اختار سنتر إذا راح تظهر في المنتصف. أجي هنا شنو اللي أضيفه؟ أقول له text 1 خلي بيها قيمة S. أكثر من طريقة راح أنفذ لكم، هاي مثل لاحظوا راح تظهر لي على الفورم باستخدام print، راح تظهر لي في رسالة أنا أقدمها راح تظهر لي في أول مرة على الفورم قيمة S قيمة المجموع، ثم أيضا نفسها تظهر في التكست أيضا، هذا يعتبر وسيلة عرض، وكذلك على صندوق الرسائل على نافذة لاحظتوا نفس القيمة عرضتها في أكثر من مكان، نفس القيمة عرضتها في أكثر من مكان. زين سؤال بسيط هسه، إذا أريد ما أخليها على تكست، خلي هنا على تكست وراح أضيف أريد أخلي القيمة هذه على أداة ثانية اسمها هاي الليبل، ليبل أداة العنوان هذه مثل ما تلاحظوها راح أخلي القيمة أيضا تظهر في السنتر هنا، و الكابشن راح حذفه هاي كلمة ليبل 1 قبل أخلي نكبر الخط نكبر الفونت. أخلي إيريال وأيضا بولد، وهنا عندي مثلا 24 راح أحذفها كلمة الليبل حتى يظهر بدالها، طبعا إذا تريدون تخلوا له إلى حدود هنا قلنا استخدام بوردر ستايل. زين هسه هذا الكابشن راح اغير العنوان مالته راح احذف ايضا تظهر ال 30 هنا، شنو اضيف من كود حتى تظهر ال 30 في الليبل؟ نعم فاطمه حسون. نعم استاذ، نكتب ليبل يساوي اس، ليبل يساوي ليبل يساوي اس هيجي. نعم هساني ما راح اصحح راح انفذها حتى تشوفون التنفيذ مالها يعترض عليها لو لا. ماك ما ظهرت اي قيمه، هاي الليبل ما ظهرت اي قيمه لاحظوا. هنا عندي على الفورم اللي مستخدم برنت ظهرت بالتكست، بالليبل ماكو نتيجه هنا، وبالمسج بوكس ظهرت هنا النتيجه. اذا هذه مو صحيحه الجمله. خلينا نشوف حسن علي قاسم. حسن. نعم استاذ. حسن شو تقول؟ شنو اللي ينقص هذه الجملة حتى تطلع لي الناتج على الليبل؟ استاذ ليبل 1 ليبل 1 ليبل 1 يعني بس اضيف ال 1 هنا؟ نعم استاذ. زين هاي شوفها هسه راح نفذها قدامه. شنو صار؟ طلع 30. زين ممتاز. شنو بعد ينقصها؟ صح طلعت النتيجة بس شو ينقص هاي الجملة؟ الليبل 1 هنا حتى طبعا راح تظهر لك هنا على شكل عنوان اريده
عنوان. العنوان للأداة ليبل اي ممتاز. شو نخلي دوت كابشن اسم الأداة ليبل ليبل 1 نا خاصية دوت الخاصية كابشن يساوي قيمة فاليو. هاي القيمة اللي هي الفاليو مالتنا اللي هي الاس. الآن هاي مثل ما تلاحظون ظهرت النتائج. طبعا احنا نقدر نستخدم الأدوات يعني بشكل يعني أكثر من هذا. يعني على سبيل المثال هسه دا أريدها نتيجة تظهر على الكوماند فور نا شنو أسوي؟ يعني أول ما نفذ تطلع بهذه المكانات أوكي مو مشكلة. وريتها هم تطلع كعنوان الكوماند فور النتيجة. شنو أغير؟ بس نكتب كوماند بس مكان ليبل كوماند كوماند فور ها شنو أسوي؟ دوت كابشن ممتاز دوت بس كابشن كوماند فور مو واحد مو واحد راح هنا ليش؟ لأنه راح يظهر على الواحد. إذا خليت أربعة يظهر على الأربعة كوماند فور. لاحظوا هسه لحد الآن ما ظهر. ليش ما ظهر؟ ما غيرنا العنوان بعد. لا بعد غير العنوان. لا مو يطير العنوان بعد. إحنا ما منفذين الكود. ماكو تنفيذ. الكود وين موجود؟ كوماند فور. لاحظوا حاليا صح. بعد التنفيذ يظهر النتيجة. بعد التنفيذ مو احنا بعد زين. الآن من يقدر يسوي ليها؟ يعني أول ما نفذ ألقاه هناك 30. شنو اللي يغيره؟ مو ينتظرني مثلا أضغط شنو مو أضغط حتى هذا لا مباشرة مثلا. نعم سار ها عيني أجاوب. خلينا نشوف أول مرة. سجا قاسم سجا زين. نعم سجا عرفت السؤال؟ أريد أول ما نفذ الفورم النتيجة تظهر على بدء كعنوان الكوماند فورم. أول ما نفذ الفورم استاذ اواخر الكابشن اقول بس كوماند 4 يساوي اس. لا مو صحيح. يعني السؤال عيده. السؤال انه انا اريد اول ما انفذ هي شهاده التنفيذ القى النتيجه موجوده في هذا المكان. هذا انا اعلمكم من الطرق المختلفه لعرض النتائج. هنا ممكن نستخدم البرنت، ممكن نستخدم المسج بوكس، ممكن نستخدم الأدوات. المهم ما راح فاطمة علي عبد الكريم. فاطمة علي. نعم أستاذ. نخلي الكوماند أول وحدة عمود تنفذ أول شيء. لا هي حتى خلينا أول وحدة. هذه الجملة ما راح أخليها هنا بهذه داخل كوماند فور، لأن يعني داخل أي جملة هنا. اي جمله انتم كاتبيها داخل كوماند فور ما تتنفذ الا بعد النقر كليك على الكوماند فور. اذا اريد لا اول ما انفذ يتنفذ هذا الشيء اروح للفورم. اروح للفورم هاي شوفوا فورم لود. يعني اول ما تتحمل الفورم انت خلي هنا كعنوان النتيجه كعنوان. طبعا هنا هسه انا ما اريد اتشعب بيها بس هسه من ننفذ ما طلعت نتيجه. من يتوقع ليش هسه هذه مع انه هذا صحيح الجمله؟ شنو اللي ما خلى النتيجه تظهر على الكوماند فور عند بدء التنفيذ من الفورم؟ يعني لاحظوا هنا تطلع النتائج كلها الا على هذه ما تظهر. السبب بس ارجعكم شيء بسيط انه هنا ما يعرف الاس منه هنا. ليش؟ لأن الأس معروف هنا محلي يسموه متغير محلي. إذا تذكرون المتغيرات متغيرات شاملة ومتغيرات محلية. إذا تريدون يشتغل على الفورم تعرفون الأس هنا الأس كذلك بعد المتغيرات البي
نعرفهم as integer حتى يكون هنا على مستوى تشتغل على مستوى نخليهم بالجنرال إذا ملاحظين هذا إذا تذكروه إعلان راح يصير هذا على مستوى الفورم على مستوى الفورم هنا طبعا ايش عندنا احنا من متغيرات البي وعندنا كذلك الاس البي والاس بعد ما يحسب النتيجه يخليها المفروض تظهر كعنوان للاس كعنوان للكوماند فورم هناك كل ما هناك المفروض الأسبقية بالتنفيذ العمليات متغير آخر هنا بدأت تظهر القيمة بس شنو هنا المشكلة وين؟ لاحظوا إلا هذا جزء من البرنامج يصير لأنه هذا ما متنفذ هذا شو وقت يتنفذ إلا أضغط على Command 4 فما قاعد تجي القيمة هنا يعني المفروض هنا هذا كله يتحول تظهر القيمة بشكل صحيح هاي لاحظتوا هنا ظهرت مباشرة المهم ما أريد أدخلكم وأعقدها عليكم هنا هذا اللي حد الآن اللي أخذناه حول استخدام هذه الجملة والطرق المختلفة للعرض الطرق المختلفة للعرض. الآن هذه هنا عندنا جمع يسموه جمع تراكمي. مثال آخر حول استخدام جملة do until لكن مع الضرب التراكمي. مع الضرب التراكمي. المرة هذا المثال اللي هو ليكن الفاكتوريال او ما يسمى مضروب العدد الفاكتوريال او مضروب العدد اللي هو هنا 4 وعلامه تعجب بعدها تعني انه العدد مضروب في الاعداد السابقه له حتى الواحد هذا المثال حول كيفيه ايجاد الضرب التراكمي اذا اريد مثلا فرضا 6 ايش راح يصير؟ 6 في 5 في 4 الى حد الواحد الى حد الواحد اخر قيمه ينتهي بها هي الواحد
هنا كالآتي، أولا العملية عملية شنو؟ عملية ضرب ضرب تراكمي، يعني مو جمع تراكمي هالمرة، ضرب تراكمي، هاي أولا. ثانيا هنا القيم أما تتناقص بواحد إذا أخذتها من اليسار، لاحظوا من هنا وبديت للأخير، أما تبدأ من العدد وتتناقص بواحد، أو تبدأ من الأخير من الواحد وتزايد بواحد. الآن راح أسوي لكم الطريقتين، يعني إذا العداد قلنا مثلا اسمه آي، قيمته الابتدائية 6 هنا، والفكتوريال واحد راح تكون واحد. سبب ينضرب استنى ينضرب، إذا خليناها صفر راح يصفر كل القيم باعتبار عملية الضرب. العنصر المحايد الضرب هو الواحد اللي عند ضربه في أي قيم لا يؤثر عليها من الأف. هنا أبدي الدو أنتم، شلون نستخدم الدو أنتم في عملية إيجاد الفكتوريال؟ شنو الشرط راح يكون هنا عندي؟ شنو الشرط؟ أف. أف. استاذ إذا كان الـ الآي أكبر من واحد. أنا قلت لكم هنا نشتغل على العداد، يعني شنو أنتم تكرروا القيم تريدون تحسبوها، تريدون تكرروها، تريدون إيجاد مجموعها، ضربها، معدلات، ما شنو هذه تخص العمليات اللي أنتم المطلوب تكرارها. أما العد فعن طريق العداد. العداد منو عندي هنا إذا تلاحظون العداد؟ آي. هنا الشرط اشتغل على الآي. ايش راح يكون هنا الشرط؟ آي أصغر من واحد، يعني بتاني آي أصغر من واحد؟ أكبر، أكبر من واحد، أكبر من واحد، أكبر من واحد، أكبر. أكبر من واحد. إذا بديت بستة أنتهي بالواحد، الواحد داخل طبعا هنا غير شوف الشرط، إذا واحد الشرط غير متحقق، واحد أكبر من واحد لا، يا حتى ياخذ الواحد من يصير صفر يتوقف. زين معادلة الفكتوريال، معادلة ضرب التراكم شلون تصير؟ استاذ اف يساوي اف في واحد، اف في واحد يظل يضرب في كل مرة في واحد، في اي في اي هاي تنتبهون عليها، اذا خليت واحد راح الضرب يصير كله في ايش قد؟ في واحد، في واحد، عملية واحدة، يعني معناه بس الواحد يضرب، هذه القيم كلها ما. بس اذا هسه قلت له اي، الاي ايش قد بالبدايه؟ سته. سته شوفوا راح يضرب هنا الواحد بالسته، بعدها خمسه. خمسه شلون وصل العداد اي كان سته، شلون يصير خمسه؟ من خلال ال اي تساوي سادة مقدار، خلال مقدار، مقدار ماذا؟ زيادة ونقصان. زيادة هنا زيادة لو نقصان؟ نقصان. نقصان. يعني بعدين قيمة كبيرة ستة من قيمة ابتدائية. الآن انقصنا واحد وهذه اللوب. النتيجة، نتيجة الفكتوريال راح أعرضها بس. في البداية الآي هي ستة، الأف واحد، الأف واحد في ستة، ستة وين راح تخزن؟ بالأف. شوفوا هذه ستة حاليا، ستة الأف قيمتها حاليا صارت ستة، الآي اللي كان ستة انقصنا منه واحد، ايش قد راح يصير؟ خمسة. هاي تلاحظوه خمسة. زين يرجع يتحقق الخمسة، الآي صارت خمسة أكبر من الواحد طبعا، هنا إذا أكبر من واحد فعلا أكبر من واحد، فهنا لازم شنو نغيرها؟ الإشارة أو الشرط يصير إذا، يعني شو وقت يتوقف؟ إذا الآي أصغر من واحد يتوقف، وإحنا إذا خليناه هسه أكبر مباشرة أول ما يبدي يتوقف. شوف هنا ايش قد الاي؟ ستة، ستة اكبر من واحد؟ نعم اكبر من واحد، راح يطلع من اللوب. قلنا هاي بدو انتل اذا تحقق الشرط مو يدخل ينفذ وانما يخرج من التكرار.
فإذا حتى ما خلي يخرج من التكرار عكس الشرط. إذا الآي اللي هي ستة هل هي أصغر من واحد؟ لا، غير متحقق الشرط، كمل. نقصتها بواحد صارت خمسة، خمسة أصغر من واحد؟ لا، خمسة أصغر من واحد؟ لا، راح تصير آخر أف هي ستة في في إيش قاعد؟ في ستة، في خمسة، في خمسة، ستة في خمسة، هاي هاي ثلاثين. حالياً الأف إيش قاعد صارت؟ ثلاثين. ركزوا بيها، ركزوا بيها، هاي 30 صارت. آخر آي كانت عندنا خمسة ناقص واحد أربعة. روح نتحقق منها، أربعة أصغر من واحد؟ لا لا, لا أكبر. زين، إيش قد هاي؟ شو راح تنحسب هنا عندي؟ آخر آي إيش قد؟ 30 في 4 30 في 4 هاي 120 في 4 120 120 وهكذا. بعدها الآي كان 4 ناقص 1 راح يصير 3 3 أصغر من 1؟ لا، إذا راح يضربها في 120، 3 في 120 راح يصير 380 360. بعدها الآي 3 ناقص 1 2، 2 أصغر من 1؟ لا، إذا ينفذ 360 في 2 720 الأف يضربها في واحد بعدين تبقى 720. إذا النتيجة إيش قد مات الأف؟ 720. هاي تلاحظون إيش قد النتيجة؟ شوفوها مو لو ناعمة هذه، شوفوها النتيجة واضحة؟ واضحة. 720. زين، شنو التغيير اللي أسويه إذا أردت مو أبدأ من الستة، أبدأ من الواحد؟ استاذنا كتب الإشارة حتى تقارنون بيناتهم، حتى تقارنون بيناتهم راح أخليها للبرنامج وأضيف لكم برنامج آخر حتى تشوفون الفرق بيناتهم. هاي شوفوا هنا الستة، هسا هذا البرنامج السابق، شوف هسا الجديد إنه الآي هنا منين راح أبدي؟ من الواحد. الاف ما له علاقه، الاف ايش قد قيمته؟ واحد. الفكتوريال، الفكتوريال واحد، العداد راح ابديه من واحد. زين، من ينطينا هسه الشرط؟ تو انتل هسه خلينا نشوف منه زين العابدين محسن. نعم استاذ زين العابدين، شفت عرفت السؤال شنو المطلوب؟ نعم اريد الشرط هنا شنو، ايش راح اكتب من شرط؟ استاذ الاي اكبر من 6، اي اكبر من 6، اذا تحقق ايش راح يصير؟ استاذ راح يعني ما يكمل التكرار، اذا تحقق يخرج من التكرار. نعم، يطلع من التكرار اذا تحقق. حاليا هو الاي ايش قد قيمته؟ 1. الواحد اكبر من 6؟ ناس. لا لا، اذا يخرج من التكرار لو يبقى ناس هذا يستمر. يستمر ممتاز. المعادله مال فكتوريال اف اف تساوي لنا اف تساوي اف اي 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 ممتاز. اي هنا ناس الاي الاي تساوي لنا اي تساوي اي زائد واحد زائد واحد. ليش قاعد نزيد؟ الاستاذ احنا جايين نزيد نضرب واحد نو في اثنين في اثنين بدينا من واحد. لا نحط على العداد، بدينا من واحد واخر قيمه 6، احنا قاعد نريد نبدا من واحد ونوصل ل 6. نعم استاذ، جايين زيد واحد خالد لو انتقص. لا جايين زايد. ايه ممتاز. نعم ننهي جمله الدو انتل باستخدام لوب. هسه النتيجه لحد الان حتى يحصلها ما انعرضت لي، راح اطبعها مثلا اذا اريدها باستخدام البرنت حتى انطبع على الفورم. هاي مثل ما تلاحظون بالبدايه راح ياخذ الاي 1 اكبر من 6، لا غير متحقق اذا نفذ. اخر اف هي 1، اخر اي هي 1، 1 في 1 1 1 الاف 1، الاي راح يزيد 1 يصير ايش قد الاي؟ اثنين اثنين اكبر من 6؟
لا غير متحقق. راح يضرب واحد الاف في اثنين الاي، واحد في اثنين راح يصير اثنين. راح يصير اثنين. حاليا الاف اثنين، الاي يزيد بواحد يصير ثلاثة، كان اثنين صار ثلاثة الاي. الاي هل هو اللي هو ثلاثة اكبر من ستة؟ لا غير متحقق. اخر اف كان اثنين، اخر اي كان ثلاثة، اثنين في ثلاثة ستة. شوف لاحظوها هنا، ضربنا واحد في اثنين اثنين، اثنين في ثلاثة ستة، بعدها ستة راح تنضرب في جهد في أربعة، تصير 24. 24 بعدين تنضرب في خمسة تصير 120، 120 تنضرب في ستة تصير 720. هذا اللي لاحظوا الفرق عن هنا، بدينا من واحد والشرط صار أكبر من ستة، بينما هنا عندنا بدينا من ستة شرط أصغر من واحد. لاحظوا الفرق بيناتهم، التغيير وين صار؟ بالقيمة الابتدائية وشرط الانتهاء، هذا فقط. أما باقي البرنامج نفسه بالتأكيد. هسه إذا تلاحظون هاي جد 720، هذه المثال القبلي. هسه المثال اللي بعده أيضا 720، نفس النتيجة نطلعها. واضح؟ واضح. الآن هسه اللي قاعد ناخذهم القيم، إذا تلاحظوهم مثلا عندي مثل هذا المثال، يعني هسه هذا القيم يبدأ باثنين وينتهي بعشرة وفي كل مرة يزيد اثنين، القيم واضحة، اكو بها قيمة ابتدائية قيمة نهائية مقدار زيادة أيضا واضح، تمام لو لا؟ هسه إذا صارت القيم عشوائية، عشوائية يعني مو منتظمة، يعني لا هي الزيادة بها منتظمة ولا النقصان بها منتظم. لاحظوا هذا المثال، إذا كان أريد أجمع هاي الأعداد S سمالتها، أريد أجمع يا أعداد مثلا 56 ال 23 ال 107 ال 6 ال 89 ال 45 ال 42 ال 1. هاي جملة تعليق يعني، بس بيها صيغة السؤال، أريد مجموع هذه القيم. تلاحظوا هذه القيم؟ شوفوها قدامكم هذا الجزء المظلل. نعم أستاذ. هي هذه لا هي مثل ما تلاحظوها قدامكم، 56 وراها 23 وراها بعدين 107 وراها 6. هذه القيم أكو علاقة بيناتهم؟ زيادة منتظمة نقصان منتظم، أكو علاقة بيناتهم؟ لا أستاذ. كم قيمة إذا تلاحظوها؟ ثمانية. ممتاز. ثمان قيم. أنا أعرف عددها ثمانية، بس هي لا هي يعني هنا العداد ما بعد ما يقدر يشتغل عليها، يعني ما أقدر أستفيد من العداد، أستفيد منها في العد، لكن في جمع القيم هنا بعد ما أقدر أستخدم العداد. يعني شنو قصدي؟ قصدي هنا لاحظوا هنا العداد بدأ باثنين وانتهى بعشرة، سميت العداد بي، استفاديت من عنده في حساب المجموع، آخذ القيمة اللي في العداد وأضيفها للمجموع. هسا هذا أقدر أسويه هنا؟ لا أستاذ، ما عندنا عداد، لأن القيمة غير منتظمة. هذه العداد هنا راح يعد لمنين لمنين العداد؟ من واحد لثمانية. من واحد لثمانية. من واحد لثمانية عدد القيم. عن هسه اللي يكون بيكون هنا مثلا العداد راح سميه دي، قيمته البدائية ايش قد؟ واحد. زين السم قيمته البدائية ايش قد؟ صفر. لان صفر استاذ. صفر. جمع تراكم ثابت. ممتاز، لان جمع تراكمي مثل ما تلاحظوا جمع تراكمي. هسه اريد استخدم الدو انتل، جبت الدو انتل خليت وراها الشرط. شنو الشرط هنا؟ الشرط شنو راح يكون؟ راح يكون اذا طبعا تعكسوه، مو شرط اذا متحقق، الشرط اذا غير متحقق نفذ، اذا دي غير متحقق شنو؟
إذا أكبر من 8. إذا أكبر من 8 إذا تحقق يتوقف التكرار، إذا لم يتحقق مستمر بالتكرار. شلون هسه أجي هسه هنا عندي اللوب، شنو هنا راح أخلي من جمل حتى أقدر أحسب السوميشن هذه المجموع مال بهذه القيم، شلون أجمعهم؟ أستاذ الصم يساوي صم يساوي أستاذ الصم زائد دي زائدا زائدا شنو؟ دي دي ايش راح يجمع لي هسه؟ استاذ راح ياخذ القيمة الأولى قيمة الدي، قيمة الدي ايش قد؟ واحد استاذ واحد راح يجمعها ويا الصفر اللي هي السم هاي تلاحظوها يطلع لي واحد أول قيمة وراح راح ياخذ ثنين يجمعها ثلاثة هي هاي نفس الواحد واثنين وثلاثة شوفوها لا استاذ انا خلي البوت بوكس استاذ خلي الاعداد ممتاز ممتاز جدا هنا طلاب هنا العداد راح يشتغل فقط وظيفته يعد القيم ما يقدر يفيدني ما يقدر يفيدني بهذه القيم وانه فقط يعد لي شنو يعد لي يقول لي حاليا انت مثلا بالقيمه الاولى واقف هنا المؤشر واقف على القيمه الاولى بعد ما ناخذ هذه القيمه واجمعها راح ياشر لي على القيمه الثانيه هاي وظيفه العداد حاليا اما القيمه مثلا هاي 56 56 وراها 23 هذه ما موجوده بالعداد اذا ايش راح اسوي راح ليكن اسميها مثلا ليكن ان ليكن ان ليكن اي متغير اكس شنو نسوي له عمليه شنو عملية الإدخال باستخدام جملة الـ Input Box هذا عندي إذا تلاحظون طبعاً ها سناعتكم ما تظهر مشكلة بس أنا عندي قاعد تظهر شوية مشكلة بالكيبورد ما قاعد تنعرض مرات مثل نعرض Double Quotation اضطر راح اخذها من الكيبورد عندي دبل كوتيشن هذه هذا عندي يعني انتم ما عندكم اعتقد المشكله هذه قاعد تظهر عندي هنا يعني اكتب في الجمله التوضيحيه اللي هي انتر نمبر ادخل عدد و الاقواس هنا ليش استخدمت هاي الفال شنو هاي الفال تحويل القيمه من رمزيه الى عدديه حتى اقدر استخدم في عمليات الجمع او في عمليات حسابيه قصدي هنا هسه راح باقي الدي بالصم بمعادلة السيمويشن لا خلي الاكس المتغير اللي يمثل الاعداد راح يطلب مني ادخال قيمة شو ادخل اول قيمة 56 زين 56 يجمعها ويا من اول قيمة ايش قد الصفر الصفر 56 زين اريد اخذ القيمة اللي بعدها هسه ياخذها بهيش طريقة سوي مقطع لا لازم يتحرك العداد لازم العداد يتحرك هنا على القيمة اللي تليها شنو هنا اسوي؟ اكس يساوي اكس زائد واحد دي طب لا. لا لا العداد دي هنا قاعد يشتغل على العد على العد دي يساوي دي زائدا زائد واحد زائدا واحد زائدا واحد حتى هذا هذا قلت لكم العداد هنا وظيفته فقط يعد يقول لك انت واقف مؤشر على القيمه الاولى ثم يؤشر على القيمه الثانيه ثم يؤشر على القيمه الثالثه وهكذا هنا عندي بعد اطبع المجموع النهائي مسج بوكس
مسج بوكس بالصبر. زين هسه بالتنفيذ لاحظوا هنا حتى نشوف القيم هاي كلمة ادخال ايش راح يطلب من عندي؟ ادخال اول مرة شنو؟ 56. بعدها شوف هاي التعليق اللي كتبته انتر نمبر راح يظهر لهنا. بعدها ادخل 23 وراها انتر او تضغط على 107 ثم انتر او تضغط على 6. انتم بس اعداد ما لكم علاقه باللي هو يجمع 6 ثم 89 45 42 و41 و1. هو يتوقف هو يطلع لك المجموع. يعني هاي فائدة العداد. يعني مرات هسه احنا نقيس على اعداد صغيرة هنا مثلا 8 قيم، لا ممكن يكون مثلا عندك، ممكن يكون عندك فرضا 100 قيمة 200 قيمة، فانت تنسى الحساب وين وصلت بالعد. ويا العداد ما عندك مشكلة، هو يعد لك، انت فقط مطلوب مثلا هنا منك ادخال قيم، تبقى تدخل قيم هو يوقفك حتى ونسيت انت وين وصلت بالعد. هذه من ميزات العداد. اللي قلنا اول ميزه يستخدم لعد عدد مرات تكرار، هذا اهم ميزه له. لاحظتوا هسه طلع لي النتيجه هاي 369 اللي هي هذه القيم، مجموع هذه القيم. وطبعا نتيجته دائما هذه العمليات الحسابيه هذه مثل ما تلاحظون تكون دقيقه 100%. هذه إذا كانت القيم عشوائية، وهو نفس صيغة إذا قلت لكم مثلا، نفس صيغة إذا فرضا أكتب برنامج رايت بي بي بروجرام تو ريد 8 نمبرز، كم أقرأ إيش كم عدد هنا؟ 8 اعداد. هسه هاي اذا حذفتها منو هم عددهم؟ 8 اعداد، بس منو هم الاعداد؟ ما نعرف. اذا ما نعرفها، اذا مجهوله، انا اعرف عددها 8 اوكي راح استخدم العداد يعد لي فقط 8. من هم الاعداد؟ اذا الاعداد مجهوله هنا يجب ان يتم ادخالها باحد وسائل الادخال اللي متوفر عندي في فيجوال بيسك مثل الانبوت بوكس. واضح؟ اذا كانت قيمة عدديه وتحتاج انه تدخلها في عمليات حسابيه هنا تسبق الانبوت بوكس بالداله، تحولها من قيم رمزيه الى قيم عدديه حتى يتقن استخدامها في العمليات الحسابيه. هنا ما كملت لك السؤال، بس هو هذه اللي اقصده، انه انت هذه كانه هذه الصيغه هي نفسها، كأنه نفس هذه القيم العشوائية، إنه أنا أعرف 8 أعداد، بس الأعداد هنا سواء كانت عندك هاي معروضة بس هي غير منتظمة لا زيادة بها ولا نقصان، أو مجهولة، أو مجهولة هنا سواء كانت بهيش طريقة هذه القيم، أو أنا قلت لك مثلاً 10 أعداد، 5 درجات، 10 درجات، مثلاً عندك أسماء دول، أسماء مثلاً مواد دراسية، هذه تصير عملية إدخال لأن مجهولة. واضح طلاب؟ نعم طبعاً. هنا قلنا راح ينقصنا هنا مثلا الطباعة بوكس سم، هذه معادلة العداد، هذه معادلة الجمع التراكمي. عندنا مثال أخير، مثال أخير راح ناخذه. المثال الأخير راح أخذكم إياه من ملزمتنا هنا حول
الدو انتر يعني وعدتكم هذا المثال. طبعا هذا طلبته منكم، منو قدر يحل هذا المثال؟ هذا تلاحظون اللي انطيتكم اياه سابقا. هذا هو جينا نقول لك يعني تحل ان اللي ما عرفنا عليه. ماشي ماشي، انتبهوا لي هسه بشكل سريع. راح هنا عندي 60 عدد، 60 عدد هنا. طبعا 60 عدد عمليه ادخالهن يعني 60 مره راح تاخذ كلش هواي وقت، فراح اسويها 10 اعداد فرضا. هي كل ما هناك يأخرني بالإدخال. المطلوب شنو؟ حساب وطباعة أول مرة مجموع الأعداد اللي بين 62. لاحظوا راح استخدم هنا دو أنتل، وتقدرون أنتم تعكسوها على أي جملة من جمل التكرار. يعني عندي بالبداية هنا، لاحظوا بالبداية إيش طالب من عندي؟ سم. سم هنا مجموع للأعداد. راح اجي واكتب سم مثل 1 اعتبره، لان عندي اكثر من مجموع اسميه سم 1 سم 2 سم 3 وهكذا. هنا سم 1 يساوي 0. العداد راح اسميه جي، ابدا من 1 ودو انتل العداد جي إذا هو أكبر من 10، إذا تحقق يتوقف. أنا قلت لكم هسه افتهمتوني، يمكن قلت لكم هو مطلوب إدخال شقد؟ هاي تو إنتر شقد؟ 60. 60 كل إدخال 60 عدد كلش ياخذ هواي وقت من عندنا، واضح؟ فما نريد نتأخر، نسويها بدل 60 10 أعداد. أنتم تقدرون إذا عندكم وقت تقدرون تسووها 30 عدد 40، بس كل ما هناك العداد تغيرون قيمته النهائية. يعني بدل من أكبر من 10 أكبر من 60. زين هسه هم الأعداد دن العشرة هسه أو الأعداد 60 عرفتهم عددهم 60، إيش قد قيمهم؟ ما معروف، مجهولة. مجهولة عملية إدخال ليكن ليكن اسم المتغير اللي يخص هاي الأعداد اسمه إكس. راح يتم ادخالهم input box. هنا راح تظهر لي جملة تعليق او توضيح للادخال انه ادخل قيمة. وين راح تتخزن من ادخل القيمة؟ راح في متغير الاكس. زين اجي على اول طلب بس هذا تو انتر الاعداد ادخلتها. زين شوف ايش يريد احسب له. سم اول حساب، سم اوف اول انتجرز مجموع كل الاعداد، بس مو كل الاعداد منه اللي هي محصوره شنو بين من 62 62 وتقبل القسمه على شنو؟ اقبل على 2 على إذا هنا لازم شرط عندي F العدد منو العدد يمثله؟ إكس. إذا هو محصور بين 2 أكبر من 2 أم شنو؟ أصغر من 6 والإكس أصغر من 100 أصغر من 60. بس هذا الشرط بعد شرط ثاني إذا تلاحظون شو يقول؟ يقول وتقبل القسمة على 2 على 2 على 2. يعني مو بس العدد محصور بين 62، يعني لازم هم يقبل القسمة على 2. يعني مثلا إذا هو محصور بين 62 منه مثلا 4 فرضا مثلا 10 أشوفه يقبل القسمة. إذا أخذت 10 هذه يقبل القسمة على 2 10 بها 5 نعم يقبل القسمة. خليه بالمجموع، خليه بالمجموع. إذا مثلا 7 ما يقبل قسمة ما تقبل ما واحد. ممتاز. فايش راح اسوي هنا؟ اقول and العدد
اكس موت موت تذكروها موت شنو معناه باقي نعم استاذ باقي يساوي صفر اذا يساوي صفر زين زين ماذا زين سم هنا خليه بالمجموع لاحظتوا سم يساوي سم زائد الاكس اذا تحقق ذن الشروط هاي حتى تشوفوها واضحه استاذ بس احنا غير قلنا اكبر اصغر من 10 مفروض مو 60 لا العدد الاعداد 10 اه يعني عادي اخذ هو صحيح هذا بس كلش ممتازه الملاحظه الاعداد لا تربطوا بين هاي 60 وهاي 60 هذه عدد الاعداد الكليه ايش قد 60 عدد بينما هنا قاعد يسالكم عن القيم نفسها يعني العدد الاول والثاني والثالث اذا كانت محصوره بين الاثنين والستين بين الاثنين والستين بس احنا ما نعرف الاعداد هم يجوز العدد الاول 110 فرضا العدد الثاني 7 العدد الثالث 500 ما نعرف بس اذا محصور بين الاثنين والستين ويقبل قسم على اثنين اخليه بالمجموع وهذا انا اللي سويت سم يساوي سم زائد x اذا طبق عليه الشرط اذا قيمه x هي اكبر من 2 واصغر من 60 هذا الشرط الاول الشرط الثاني اند شوفوا هنا يعني هنا ليش قاعد استخدم اند استخدم اور ليش قاعد استخدم اند الاند استخدمها اللي بما يعني اي بما معناه شنو انه جميع الشروط لازم الشرط جميع الشروط تتحقق حتى اني اجمع يعني اللي اريد اقوله يعني ما يكفي انه العدد بين 62 محصور بين 62 العدد هذا اللي ادخله ما يكفي انه لازم ويقبل القسمه على 2 ويقبل القسمه على 2 فاذا كانت انت تنجبر على الشروط كلها لازم تتحقق تستخدم هنا المؤثر المنطقي اند يعني الاور اذا تحقق واحد وما تحقق واحد هم تنطي ترو ما تفيدني الاور اذا تحقق هذا وما تحقق هذا الشرط وخليت اور هنا ايضا راح ينطيني ترو ويوصل للجمع وهذا ما يفيدنا فاذا الان خليته حتى انه كل شيء يتحقق حتى اخلي بالمجموع زين بس هذا عفوا هنا طبعا مو سم 1 مو سم سم 1 سم 1 قاعد احكي عن سمون خلينا نشوف بعد ايش عندنا من الشروط ها انتهى الشرط الاول مو الشرط الثاني شو يقول نعم استاذ الشرط الثاني الاعداد الفرديه sum of odd numbers sum of odd numbers يعني شنو مجموع يا اعداد الفرديه اذا هنا راح اقول له else شنو الشرط الآخر؟ الأعداد الفردية هو الأعداد منو قاعد يمثلها هنا يا متغير؟ X X ممتاز إذا أريد أعرف العدد X هو فرد ولا لا شنو الصيغة اللي أسويها؟ استاذ مود مود اثنين مود اثنين ساوي واحد ممتاز ممتاز جدا بين زين هسه هنا تقدر طبعا else if هنا ما تفيدني ليش لان اني الشرط هذا لازم هم امر عليه خلي انهي هذه الان انهيها وابدي اف جديده ما افتهم ليش سويتها هيك ليش ما خليت else if استاذ لان هو كل شر يعني كل نقطه لها شرط محدد لازم ننهي كل وحده لها شرط مستقل ما له علاقه بالثانيه نعم استاذ خليت الالس اف شنو يسوي اذا خليت الالس اف اذا تحقق الاول ما يمر باللي بعده بعد يتجاهل ممتاز يتجاهل اللي بعده وهذا خطا لان الشروط كلها اللي تتطبق بس راح اجي على السم الثانيه راح اسميها شنو راح اسميها سم 2 يساوي صفر. هذا مجموع منه مجموع الاعداد
الفردية. sum two يساوي sum two زائد ماذا؟ زائد الاكس، زائد الاكس، تمام لو لا؟ الاكس هو طلع فردي خليه بالمجموع. الاكس هذا اذا هو باقي قسمت على 2 يساوي 1 يعني عدد فردي خليه بالمجموع. اللي هو يطابق شرطنا هذا هنا شو يقول؟ يقول sum of odd numbers مجموع الاعداد الفردية. انهيت هسه هذه، لاحظوا ايش بقى عندني هنا؟ شنو هذه؟ استاذ عدد. هنا مجموع لو عدد. الاعداد الزوجية عدد. عدد. استاذ عدد. عدد الاعداد الزوجية. يعني هسه اذا قلت عدد وقلت مجموع، شنو الفرق بيناتهم؟ استاذ مجموع نجمعهم مع بعضهم. يجمعهم مع بعضهم. اذا قلت عدد. عدد واحد يعني. بس يطلع لي الاعداد. من ضمن العشر اعداد ممكن يطلع عددين فقط، ممكن ثلاث اعداد زوجية. ممكن خمس اعداد، ممكن العشر اعداد كلها. هذا نقصد به عدد الاعداد، يعني مو مجموع الاعداد نفسه وانما ايش كم عدد بيهم يتطبق به شنو ايفن نمبر، يعني ايفن نمبرز زوجي. زوجي. لا عدد زوجي. عدد الاعداد الزوجيه، عدد الاعداد الزوجيه. طبعا هسه هاد تقدرون انتم هنا تجيبون ما ترجعون كل مره. خلي قدامه ريمارك مو بس تخلون ريمارك قدامهم يعتبرها لاحظة. صار واضح؟ نعم استاذ. هذه حتى مو كل شويه ترجعون للمحاضره مثلا هنا حتى تشوفوها قدامكم. هذه عندي صار واضح هنا، هنا مطلوب ثالثا number of even numbers. زين هنا اريد عدد الاعداد الزوجيه، من يمثلها هنا الاعداد الزوجيه؟ من هو اللي يمثلها؟ السم 1 او السم 2 او الجي؟ السم 1. سمون سمون يمثل من الاعداد الزوجيه؟ نعم استاذ، لان الشرط مش شرط. لا السم ما له علاقه، السم كان يخص يخص الشرط الاول اللي هو مجموع الاعداد المحصوره بين 62 واللي تقبل قسمه على 2. زين السم 2 يخص من؟ يخص الفرديه. يخص الفرديه. زين هذا الجاي يخص من؟ بداية الشرط الأعداد. هذا الأعداد 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 اللي يعد لكم من 1 إلى 10. إذا هنا أريد أوصل لكم النتيجة أنه لازم تحتاجون إلى متغير آخر ليكون اسمه كي. كي حاليا بعدني ولا محصل على عدد زوجي، إذا القيمة صفر. صفر. بعدني ما محصل على أي عدد زوجي. زين هسه هنا راح نبدي شرطنا الجديد. شنو شرطنا هنا راح يكون؟ ماذا؟ أول مرة تأكد العدد الزوجي، يلا أروح أخليه بالعداد. أول مرة أتأكد العدد الزوجي، يلا أبدي أعد عددهم. شلون تأكد العدد الزوجي؟ كي إكس في إكس أقصد على العدد. مو العداد مالت العدد، العدد من يمثل الاعداد هنا؟ اكس. اذا العدد زوجي اف اكس مود 2 يساوي صفر، اذا العدد زوجي شنو اسوي؟ لاحظوا اقول كي يساوي كي زائد زيد العداد مال عدد الاعداد بواحد وينهي هذا فقط. إذا هو زوجي، إذا العدد X هذا اللي أدخلناه، إذا هو العدد زوجي شو عرفته؟ إذا باق قسمت على 2 يساوي صفر. صفر. العداد مالتي هذا المن سويت العداد يعد لي شنو؟
عدد الأعداد. أعداد زوجية أزيد بواحد، يعني لقيت الواحد، فرضا لقيت واحد راح يضيف واحد، صار عندي واحد. جيت العدد الوراء لقيته فردي، يزيد بواحد لو لا؟ لا استاذ، لأن الشرط للزوجي فقط. جيت للعدد الثالث لقيته زوجي، يضيف له واحد، يضيف له. كل ما ألقى عدد زوجي هو يضيف واحد، ألقى عدد فردي ما يضيف واحد. هذا اللي قاعد يسوي. هسه النتائج صارت عندي، منو صارت عندي هنا نتائج؟ print شنو؟ كي ثلاث نتائج اللي هي حسب الشروط الثلاث. ها شفتوها؟ مو ثلاثة؟ نخلي أنفذ. ما كتبنا لوب أستاذ، إيش نسينا هنا؟ لوب. اللوب بس، مو بس اللوب، مو بس اللوب، شنو الصب؟ الصبين جي، العداد مالتنا الأصلي هذا جي يساوي جي زائد واحد، وراء شنو؟ هذا العداد جي اللي هو يعد لنا الأعداد العشرة. هات لاحظتوا، تذكروا هذا اللي يعد لنا الأعداد العشرة، لازم في كل مرة نزيده بواحد وننهي باللوب، ثم بعدها هنا النتائج. بشكل سريع راح يطلب مني الأعداد، أدخلت الأول مثلاً 3، ثاني 24، ثالث 6، رابع 7. شن ثاني؟ قال لي الأعداد اللي محصورة بين 62 وتقبل القسمة على 2 بدون باقي هي 140. مجموع الأعداد الفردية 151. عدد الأعداد الزوجية 5. هذه اللي انطاني اياها. هسه حتى تتأكدون إذا نفذتوا وانطيتوا الأعداد بشكل متسلسل. يعني شنو بشكل متسلسل؟ يعني 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. قبل لا أنطي أنت، من يتوقع الشرط الأول اللي هو عدد الأعداد المحصورة بين 62 وتقبل القسمة على 2 بدون باقي، إيش جت مجموعها؟ من يتوقع إيش جت؟ هي الأعداد من 1 إلى 10. من 1 ما تنفذ. لا هسه مثلا أستاذ 4 أعداد، شوف إيش كم عدد. لاحظوا هو بالبداية 1 ما راح يأخذه، ليش؟ ما يطبق عليها الشرط. الأكس إذا واحد هل هو أكبر من 2؟ لا. من يأخذ 2 هم ما يطبق عليه الشرط، 2 مو أكبر من 2 تساوي. يأخذ 3 هسا هذا الشرط يطبق عليه، 3 هي أكبر من 2 وأصغر من 6. 3 باقي قسمة على 2 يساوي 0؟ لا يبقى واحد، ما راح يأخذها. اللي وراها الأربعة، مو انطيناها من 1 إلى 10، الأربعة هذا يقبل الشرط. هذا صحيح الشرط، وهذا ايضا صحيح راح ياخذ لك. وين يخليها؟ بالسم. زين هسه هذا راح يشتغل فيه، الخمسه ما ياخذها، راح ياخذ السته، راح يجمع الاربعه ويا السته ويجمعها ويا الثمانيه، يعني راح يجمع الاربعه والسته والثمانيه والعشره. اربع اعداد، الأربعة والستة 10، 10 وثمانية 18، وعشرة عندنا 28، خلوها بايكو 28. هاي زين. عدد الأعداد، مجموع الأعداد الفردية، منو هي الأعداد الفردية؟ الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة. الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة. الواحد والثلاثة هاي 4، والخمسة 9، 9 والسبعة 16، 16 9 25. إذن خلوا بالكم هنا راح يطلع لي 25 بالسم 2، بالسم 1 28، وهنا 25. وعدد الأعداد الزوجية راح يطلع لكم 5، اللي هم 2 4 6 8 10. خلينا نشوف هذا صحيح الحكي. لاحظتوا أول عدد مو حسبناه 28؟ نعم. ثاني مو حسبناه 25 اللي هو 1 و3. الأعداد عدد الأعداد الزوجية ايش قد؟ خمس. خمسة.
هذا تقدرون تسووا بالفور تقدرون تشتغلون عليه بالوايل وين هسه سويته عندكم بالدو انتل وهذا هو الموجود هذا البرنامج هاي تلاحظوه هاي الصيغه هسه حتى تشوفوه واضح يعني متراجعوه ما امشي ببطء وهذا الجزء الثاني منه هاي لاحظتوه خلوه فد بداخل فد كوماند اي كوماند هذا ولا تنسون القيم الابتدائيه راح يحسب لكم النتائج لهذا المثال احد عنده سؤال في نهايه المحاضره اليوم يعني راح تكون المحاضره اليوم كانت حول جمله تكرار دو انتل لوب جمله تكرار هذا تستخدم لعد عدد مرات التكرار لتكرار جمله او اكثر عدد محدد او غير محدد من المرات في هذه الجملة هي حال الجمل الأخرى تستخدم العد لكن الفارق الوحيد في هذه الجملة عن الجمل السابقة أنه هنا الجمل الشرط اللي موجود الشرط الخاص بالانتهاء هو ما راح ينتهي التكرار إلا عند تحقق الشرط في الجمل السابقة كان إذا يتحقق الشرط ندخل للتكرار في جملة دو أنتل إذا تحقق الشرط نخرج من التكرار هذه الميزة بها وباقي بها قيمة ابتدائية وقيمة نهائية ومقدار زيادة والنقصان هو حال الجمل السابقة هاي الجملة الرابعة من جمل التكرار في لغة الفيجوال بيسك أحد عنده سؤال طلاب؟ واضح أستاذ لا أستاذ شكرا واضح أستاذ شكرا أستاذ شكرا أستاذ شكرا أستاذ